ملي بدات الحمله وحنا باركين هنا نظلوا نهار نهار كامل، وعندي الصفار وعندي القواطر وعندي الاعصاب. والبارح مشيت عندهم قالت ما عندك حتى حاجه، ما عندكش، قيدوني السكانير. مشيت عندهم على السكانير قالوا لي صافي فات السكانير، داو اللي بغاو. الظلم 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 كاين هنا في السطات عندنا الظلم. الدرويش ما بقاش كيدوز. دخلونا الزبو من زوايا اخرى وانتم ما دخلوكم. اه والله حق الله العظيم والنور في وجهكم. الا جابوا صاحب سيدي حجاج البارح. جابوا من الرياس. جابوهم وقفوا عليهم وين دخلوهم؟ دخلوهم من ذاك الباب ديال ليكول، ذاك اللي كيقروا فيه الدراري الفرامية. من ليكول دخلوهم وحنايا بقينا نتشمشوا. لا حول ولا قوة. انا الحد انا ما فاطراش. جيت عند هذيك اللي تاعها. هذيك اللي تاعها اللي تاعها دابا قالت لي نعطيك موعد 15 يوم وانا عندي السكوات طالع. ولا سطات في الضياع. احنا ضايعين. لا ستة طويسات في جو البارح. كيديروا حتى وجهيات اللي عندهم شي كيدخلوا. الله يجزيك يكون بخير. قولي اللي عندهم شي كيدخلوا. اللي ما عندوش كيدفعوا. ما كاينش توجهوا. بالواحد بالواحد ويكون تاويل. ما يدفعوش في السلطة. ما كاينش السلطة. كيديروا توجهوا اللي عندهم شي كيدخلوا. واللي ما عندوش كيقول لي لا كنقلب على خالتي ولا امي. بالوجهيات الله يجزيكم بخير، أي حاجة فيها وجهيات. أنا في الطاهرة هنا وزارة التفتيش كيديروا التوجه في السبيطار في الكومي. ما كاينش المراقبة، تعطي الفلوس وتدوز. توجه السرقة الشفرة الخدمة ما كاينة. الله يجزيكم بالخير. هذا الشيء تول كلشي مطول هنايا سطات مروبل. المرسي عامر بالزبل خارجين برا الكوري كاين الشفره مكرفسه الدنيا. خاصو يكون تاويل. الله يزاديكم بالخير. انا وزاره التفتيش عبيد طاهره. نقول حاجه. السلام عليكم. كيف دايره؟ الله يبارك. ما قال لا كيفاش؟ الحمد لله. لاباس. الله يبارك. ما قال عازي راسك. عازي راسك. هذا عندي جلاله راني ما شفتهاش. نشوف الراجل ميت وبنتي باركه بلا خدمه ولدي بارك بلا خدمه وما سايباش حتى 4 دريال ديك الاخرى. شو انا جيت من حد الدنيا على رجلي. ما منين جيت الحاجه؟ من قطع الشيخ. ولاد سطات وبنت سطات زايده هنا وكابره هنا. وما قتلش جايون برك في الطريق. ما قديت برك ما عندي باش اركب لا في طاووس لا في تاكسي. الله يجازيكم بالخير. جيتي تقيدتي ما قيدوك ولا ما قيدوك؟ سيمانه هذه هما يقولوا لي جيت تقيدي ملي نجي يجريوا علينا. راه تشوف في الباب عامر. كل شيء كيجري عليه. اللي عنده شيء كيدخلوا. جينا السبت، جينا الحد، جينا الاثنين، جينا الاربعاء، جينا الخميس. سيمانه كامله على قدها. وانا ما عنديش حتى شيء ليله في الدار. والو ولا ما جات 4 دريال تاع ولد سيدي حجاج راه دخلوا برامج. يزيدكم الولياء الناس من عندهم. الله مطالع بيا سيدي. الله مطالع بيا ما عنديش الراجل. الدري يبارك بلا خدمه، الدري يبارك بلا خدمه. رسالتك وصلت الحاجه. شكرا لك على هذا. قيت نهار الاربعاء وعطيتهم التليفون وكاع ما جاوبوني كاع. قالت لك نهار السبت جي. جيت يا امس جيت اليوم انا جيت حتى حاجه ما كاينه والو. معاش كتجي هنا؟ أه؟ معاش كتجي؟ كنجي مع 8 الصباح. كتضل نهار كامل هنا؟ نضل كاع النهار وانا نضل هنا مسمرد هنا نتسنى في العيطه ديالي والو حتى حاجه ما كاينه. ما عيط لك حتى واحد؟ ما عيط لي حتى واحد. طلعت من ما خليت ما درت والو حتى واحد ما شاف فيا. انت من سطات نيت؟ انا من سطات ولد سطات. هات انا ولد سطات. هات محمد مال سطات. شتي؟ ولد سطات. دوري جي ما كاينش فيه اللعب. اش بغيت تقول لهاد الناس اليوم؟ بغيت نقول لهاد الناس من حقنا حتى حنايا يعطيونا حق. حتى حنايا يداويونا. حتى حنايا ماشي يقيدونا ويقول لك سيروا في حالاتكم وما يجاوبوناش. واخا الحاج اسمع لي انا سمعت انا شي وحدين قال لك انا جاو شي وحدين كيسمصروا بعباد الله. ما عمر شي واحد جا سمصر فيكم هنا؟ ما نكذب على ربي. ما نكذب على ربي يا سيدي. ما عمر شي واحد سمصر فيكم؟ راه ما عرفتهاش باقي ليا في السوايع. الله اعلم. ما شدش ما سمعتش. ما نكذب على الله. نعم حاجه؟ كاينين القماره كاينين الشفاره تعطي 400 تحاول يقوع عليها. ما نكذبش انا نقول واخا ما يبغي يقولوش قدام هذا البشر كامل. الجمهور كاين شفارة كاين القمارة. كي تبغى تدوز خاصك تعطيه 50 درهم ولا 100 درهم. اللي في جيبه. ما عندوش مين يعطيه؟ اللي ما عندوش عدو الله. وإن ربي يحكم فيهم. الحاكم يحكم. الحاكم يحكم. الحاكم يحكم. لعينهم الله ياخذ فيهم الحق. شفارة القمارة. كياكلوا ولادهم الحرام
ويدخلوا عليهم الحرام خاصهم ياكلوهم الحلال ويخدموا بكتافهم وعندهم كتافهم ماشي ما عندهمش ماشي يشرفوا عباد الله ومستفيد من المغاربه حنا راه باغيين على حقنا لا باغيين ننظرموا حد بارك ولا في السطاف واردين ولادنا هنا يدوسنا من هنا ولا في السطاف كاعزين هنا ما بغيناش حنا نضيعوا والقبائل الاخرين يداووا حنا طالبين باغيين نداووا على عينينا داوين على حقنا انا عندي راجلي مسلول لا كاينوت زحاف كلشي تحت منو حاجتكم انا ما عنديش القرضه باش غنشري نضاضر انا مراه كبيره ما عندي لا ولاد لا والو مراه كبيره ما عندي لا ولد لا بنت عندي الله انا على الجواز راجل مريض ما عنديش نداوى انا هاد العيبه بقيت نشوف بها طالبينكم الله يرحم بكم الوالدين عاونونا الله يستر عليكم والله يخلي لكم وليداتكم شوفهم الحنة واش العيد الدواء ولا السطاف ما يداووش حنا راه العائلات الكبار ما كنا نشوفوش قيدوك هنا ولا ما قيدوك؟ ما قيدونيش قالوا لي تقيدوا قالوا لي ما شافونيش سيمانه هذه ما تقيدنا سلام السلام عليكم ماك شريفة سيمات ها؟ تمي مع جيتي هنا جيت راه نهار ديال الحملة اه انا جبت انت جينا لهي بلاصة حالية جينا نهار اللي قال نجيو من 8 وحنا هنا من 8 الصباح انا حتى سيرو حتى نهار قيدوكم ما قيدوكش قيدونا في قيدونا في الرجل قيدوك انت في الرجل قيدوني قيدوا على عينين تقيد على سكانير ما كاين لا سكانير لا عيني ما داروا معنا والو كل نهار جي وانا عند الخزان 10 دابا نوريك تشوف الناس برانيين هنا خليونا حنا دابا عطاونا التحيه الكلاوي خذي موعد لا موعد ما قداش انا مريضه انا عامية ما عندي عندي العصب عندي السكر عندي جمع نشوف بعيني كاع ما صلي مشينا ليها سيروا لي سيروا لي ويدخلوا على اللي بغاو واش بنادم فيابر السلام عليكم لا حول ولا قوه هاد المنكر اللي واقع في السطات ها سيدنا وشوف هاد الشيء اللي واقع الجمعيات كتدخل المستشفى بالوجهيات كل كيدخل عائلته واللي باق صاحبي يدخل واللي ما عندوش الكليان يبقى ضايع رحنا ضعنا رحنا ضعنا خلونا امنا لهاد الشيء ديال 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 الغلا خلينا من هاد الشيء ديال الغلا خلينا من هاد الشيء حسبي الله ونعم الوكيل ودخلونا وديرونا ساوى وراه هاد الشيء راه خايبه عباد الله هاد الشيء راه خايبه راه المواطن كيضيع رحنا في الضياع عباد الله سيدنا راه كتشوف انقذ الدوله ديالك انقذ المسلمين ديالك هاد الشيء راه عيب هاد الشيء راه عار جوز الاجنبيات باش يقوموا بالواجب هنا ولكن المغاربه ديالنا الله يهديهم الله يهديهم ما بغاوش يبراو من هاد المرض هذا راه مرض غادي يبقى عليهم تيديهم وشوف من حالنا شوف من حالنا من اليوم انتم هنا واقفين حنا مازال السيمانه هذه حنا واقفين هاد البشر ما خموا لا الفيضان قيدوكم قيدوكم اش قالوا لكم دابا قايدين دابا قالك شركنا الليستا عاد غادي نعزوا اللي بغينا وراه هادشي راه ظلم وعدوانين هادشي هادشي راه ظلم وعدواني ساكنه انت منين انا ساكنه في دالاس انا من سطات انا من سطات جيتي هنايا تقيدت جيت تقيدت عطيت نمرة الرقم ديال الهاتف قال لك انتم غاديين تجيو نعيطوا عليكم جاو جابوا لنا سيدي حجاج كامل 10 510 الكيران اللي جاو دخلوهم اليوم ثاني شادين ولاد بوزيري شادين ولاد سعيد وراه حشومه والسطات كيضيع الاولويه كلها السطات شي اولويه لولاد السطات وبنات السطات هما الاولين يتشرفوا وعاد ديك الساعه يدخلوا الاقاليم الاخرين النواحي ديال السطات مرحبا بهم ولكن باش حنا كل يوم السبعه ونص ديال المغرب وحنا شادين السيرفيس شي عفط على شي راه سيدي راه كاين كنضلوا هنايا كنضلوا هنا من السبعه ونص العشيه كنشوف كنشوف كلشي كاين الناس اللي معدومين كاين اللي عندهم الركابي مرض كاين اللي الانسان اللي عنده السكر غادي يطيح ما فاطرش انا اللوبه هما باركين هنايا ما طالعش كنصلوا الحشومه حتى تجي وعاد يطردوا علينا كل نهار يطردوا شد الميكرو شتي راجل 4 ايام وهو واقف هنا حنا واقفين ما بغا يحلوا علينا ما بغاو يدخلونا بنمشيو نمشيو ليك وكسيروا هنا بنمشيو هنا يقولنا سيروا هنا هاك هاك هاك